الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة من برنامجكم الإنساني الاجتماعي تراحموا. مزيد من التراحم إن شاء الله، وسيستمر عطاءنا مع هذا الخير الذي بتشوفوه في الفقرات المتنوعة والتجاوب العظيم من الناس المانحين، وأيضا الناس اللي بيدوا فاعلين فعالة الخير من خارج الوطن وداخله. مزيد من إن شاء الله التراحم بيننا والتكافل، وأشوفكم إن شاء الله في الفقرات هذه الحلقة على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. مشاهدي الكرام، واحدة من الحارات اللي احنا جينا نشوف واحدة من البيوت اللي هنا، قالوا كلهم انه تحتاج للمساعدة، حالة انسانية بنشوفها الان، وندق الباب هنا ونشوف. السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ تعال هنا شوي، اخرج قليل. اسمك؟ احمد. سالم محمد عبد الرحمن. احمد، تسمح لنا نصور عندكم؟ ندخل نصور؟ تسمح لنا؟ ايوه صور. سمح لنا عم احمد بالدخول، يتفضل الى منزله بالتصوير. هذا عيالك؟ ايوه. ايش في بهم؟ كلهم تعبانين، دهنهم دهنه ترفع. أيوة. كل ما ساوي فريج وجهنا اللي عاصفنا دهنه. ايش في به؟ دهنه بينها سرعة. ايوه الله يشفي. دهنه سرعة. الله يشفي. والدهنه والدي ان شاء الله مقر عاد بالنسبه. ايش في به؟ ما بالنسبه على ما به شيء. الحمد لله. تعرفي تكلمي يا بنتي؟ ايش اسمي؟ أميرة. حياك الله أميرة، كيف أنتِ؟ كيف صحتك؟ شهر كريم علينا وعليك يا بنتي. رمضان كريم. هذا بيتكم؟ مستأجرين ولا؟ عند جارتكم يعني، جلستكم. أيوة. وأنتم أصلاً من فين؟ أنا أصلاً من هنا، لكن بس أنا تعبان من جلسة. ها؟ نبسة. من الربصة. وكنتم معكم بيت هنا، فحنقذكم هنا، جيتم عند الحرمة. طيب، وبيتكم معكم أخوه، من يشكي عليك أنت؟ ما في الله، أنا جهلي اليوم ساحل هنا، لو قال لي حاجة حاجة مع الناس بس. إيش يعني صيد وكذا؟ أنا بحر. بحر. إيش عادك تعرف تصطاد ولا تروح تجيب صيد وتبيعه؟ أصطاد بس دوا، بس دوري مع أصحابي كذا معروف، ما أشي ألي جلال أروح. ما تقدرش. أيوه. العمر الله يدي لك طولة العمر. برمضان جهزتم مصاريف؟ جهزتم حاجة؟ لا صراحة دي ما في شو حاجة. طيب أشوف البرنامج بيجي مصاريف قدوا لكم، ولا الحرمة هذه اللي سكنتوا عندها جزاها الله. جزاها الله. تتكلمي؟ بتكلمي يا بنتي؟ جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. ايش اسمك انت؟ ام من؟ ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن، الله يدي لك الصحة والعافية. ومعك ايضا بنت معاقة؟ أوه، يعني الأسرة. هذا معه كام؟ أربعة. وأنت معك البنت هذه، وهذا بيتك، هم جالسين عندك يعني. الله يديك الصحة والعافية، جزاك الله كل خير، ميزان حسناتك إن شاء الله. طيب، احنا في سلة غذائية من سبأ فون، الشركة اليمنية الرائدة في مجال الاتصالات، شركة قدموا يد بيد معهم الشعار، في مبلغ مالي 50,000 ريال من سبأ فون مقدم، احنا نجيبه عشان توزعوه بينكم انتو الأسرة هذه، للحاج وليك انت ولأمك وللجهال. تمام؟ آمين. الله أفكن، الله أدكني، الله أفكن. الله يديك العافية أنت كمان. عشان البنت، البنت المسكينة هذه، إذا شفت التصوير، بنت معاقة، الإعاقة حقها إعاقة كم لها يا أمه؟ عمرها 27 سنة. من ما خلق 27. أوه، صغيرة شكلها. الله يشفيها. 27 سنة. ما علقتوها شو ما؟ لا والله إحنا بلا صنع، بس قالوا خلاص خليكها بالشكل هذا بتجلس. الله يدي لك طولة العمر أنت، وتقدر توقفي عليها وأنت ليك الجنة إن شاء الله يا أمه. ما تخش أدوية، ما تخش علاجات، ما تخش. 50,000 ريال يا أم عبد الرحمن مقدمة لك من فاعل خير عبد الله محمد من الإمارات، تساعدك إن شاء الله، مصاريف لك وتشتري كسوة للبنت هذه ولك.
تمام أمه؟ النداء الإنساني الآن موجه لها للأسرتين، أم عبد الرحمن وابنتها المريضة اللي شفتوها معاقة 27 سنة ولا زالت بهذا التكوين، تكوين طفل، وأم الله يدي لها الصحة والعافية وشفي بنتها، والأسرة الثانية اللي دخلنا أم من؟ عمي أحمد ثابت وأسرته. هذا النداء الآن أمامكم على الشاشة، بتشوفوا التليفون بيمر أمامكم، فاعلي الخير فاعلة الخير، إذا قدموا شيء إحنا نوصلها للأسرتين هذولا. جزاكم الله كل خير، وأشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. مساء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فقرات بنصورها على الطريق، احنا بنشوف ناس لا معهم سلال ولا معهم حاجة، لكن معهم مبالغ مالية بيقدموها أهل الخير وفاعلين الخير أو فاعلات الخير. في أهل الخير قدموا مبلغ مالي هنا. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ والله بخير. إيش اسمك؟ عبد الله علي. عبد الله، إيش فيك؟ ألف لا بأس عليك، معوق أنت. أيوة. الله يديك. أنا يتيم، ولا أم ولا أب ولا أب ولا ولا أنت أم ولا أب. معك 20,000 مقدمة، هذه من فاعل خير في السعودية، قال ندعي له بالشفاء، الله يشفيه إن شاء الله، الله يشفيه، وأنت مع ربنا معك إن شاء الله حبيبي، إن شاء الله. كلامك رائع وجميل، اسمك؟ عبد الله علي. عبد الله، الله يديلك الصحة. والله أتمنى أتقابل أنا وياك، أتقابلت أنا وياك، صورنا والناس كلهم ملايين بيشوفوك، وادعوا لك بالصحة والعافية إن شاء الله، أشوفك على خير يا عبد الله، شكرا جزيلا، أشوفكم إن شاء الله مشاهدي الكرام، فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. سيد الكرام، واحدة من الحالات اللي جينا لها هنا في حي الثلاثين، شارع الثلاثين، هذه البيت، وندق الباب ونشوف هذه الحالة. السلام عليكم، كيف حالك أمه؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب، شهر كريم علينا وعليك. اسمك أم من؟ أم بيان. ها؟ أم بيان. أم بيان، تسمحي لنا ندخل نصور عندك؟ استأذننا أم بيان وسمحت لنا بالتصوير. أم بيان، هذا بيتكم؟ إيجار. ها؟ البيت إيجار. أيوة. وكم منكم ما شاء الله البنات الصغار؟ أيوة. إيش وزوجك وينه؟ زوجي خرج قرب الله. هلو يعني؟ أيوة خرج قرب الله. وكلهم بنات؟ بناتي؟ كلهم بنات. ما شاء الله، وين الصغيرة؟ وهذه أصغر واحدة. ما شاء الله، اسمه؟ اسمها زينب. زينب، ما شاء الله عليها. ها. طيب ايش اللي قالوا الناس معاكم؟ ايش في؟ معي هذه البنت معاها. ايني؟ هذه ايني؟ صغيرة. بيان، كيف حالي؟ الحمد لله. كيف صحتي؟ ايش في بك يا بيان؟ ها؟ ايش في بك؟ اني اجراح واشتي ادرس. ايوه. واشتي اقابل طبيعي زي الايال، اخواني يبول طبيعيين. ايوه، وايش؟ العاب واشتي كل شيء. لا، ما انتش قادرة يعني؟ لا. ليش؟ ليش ما انتش قادرة حبيبي؟ أصلاً مكسرة. ما عندش مثانة، تشتي زراعة مثانة. ها؟ تشتي زراعة مثانة. تشتي زراعة مثانة، يعني حكاية حتى من الكلى راحت عليها. هاي سبب الإعاقة حق المثانة. الآن باقي لك اليوم معها تشوه قدم. أيوه. هذه نور ما هنا في ظهرها. هذه أيوه. ما شاء الله. جراح مسكينة. ايوه. ايوه 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 مسكينة، الله يشفيها.
الله يشفي الله يشفي. ما لهاش علاج واضح ولا كذا؟ لا لا بس خسارة. الحال ضعيفين. ايش علاج يعني بيكون مثلا؟ يشتي لها قالوا زرعت مثانة. ايوه. الحال ضعيف ما نقدرش لما زرعت مثانة. كم تكلف المثانة؟ والله ما حصلناش يعني نروح نخلي دكتور يشخص لحنا لاننا ما معناش بيس. وهنا بالحدود ماش دكاترة في برا قالوا لي اردتها قالوا برا. ما برا يعني صنعاء وكذا. زي كذا واحنا ما نقدر الصراحه ان معنا لا عادي لكم طلعوا صنعاء يعني يمكن بطلعوا حاجه بسيطه كل حال لما يكون ما فيش ما بس قالوا لي يمكن برا ما يحتاج شيء. تمام طيب زوجي قلت لي يشتغل ايش؟ على موتور ولا بس من البس ده واقف كملوش. طيب رمضان كيف سويتي؟ والله دحنا على باب الله على باب الله. طيب انا ببدا يعني شوف الموضوع على موضوع موضوع نشوف ان شاء الله. ما كان مطلوب من الله نبقى لهذه البنت بس محل ما اجي اشيل ذي البنت. انت بنتك اهم مشكله مشكله طويله عريضه. الله يشفيك حبيبي الله يشفيك وترجعي تلعبي وترجعي كذا ان شاء الله تروحي تدرسي حار ما هني كثير حاجات من الخرجه من المشي من لان اعاقه قسطره رجلين ظهرها كله. في سله غذائيه سله مقدمه من المعافى للمقاولات مؤسسه المعافى للمقاولات والاستثمار العقاري. نتمنى من الله اهل الخير ينظروا لهذه البنت بس ان شاء الله وشوفي حاله البنت بس حاله. انا شفت هو زرع بس حفايد ما تمشي بلا حفايد ابدا. أيوة. وانت تعرف الظروف زراعه البثانه هي يعني متعبه شويه لكن شاهد الكرام الان بتشوف التليفون على الشاشه بيمر للي حابين من اهل الخير فاعلي وفاعله الخير يرسلوا مساعدات لهذه البنت المسكينه. هذا 50 نبدا الحمله احنا ان شاء الله بداها مؤسسه المعافى للمقاولات والاستثمار العقاري. هذه 50,000 ريال خليها معك تبدأي تشتري لها حاجات. أنا والله ما أبغى حاجة أشتري بنتي بس. هذه 50,000 ريال من فاعل خير في أمريكا ومن نداء أنا فعلت لكم نداء إنساني عشان سفر البنت. آمين. بس مين حب الثواب يلفت لهذه البنت. إذا مشاهدي الكرام نكتفي بهذا القدر في هذه الفقرة وأشوفكم فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. شاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقرة عدنا هذه الفقرة هي المهمة جدا في البرنامج. كثير من الآراء اللي تكلمت ان احنا بندخل البيوت ومدري ايش ما بنعملش حل بالعكس هذه الفقرة هي اللي بتبين. اكتبوا الذي تشتوا في الوسائل التواصل الاجتماعي لكن احنا ما بنكتبش كتابتنا هو الأفعال اللي بنعملها. احنا وصلنا في هذه الفقرة كثير من الناس تعاطفوا. انا لما اصور الحالة هذه ويبين مشكلتها المشكلة ويبين اللي عليه انتم بتتعاطفوا ولا ما كنتش هتعرفوه لولا ان احنا صورنا. هذه الاهم واحنا بنستاذن في كل بيت وبنعمل كل هذا الكلام. اليوم واحدة من الفقرات المهمة اللي بدأوا الناس يتفاعلوا معها هي هذه الفقرة. خليني اذكركم بجزء منها. مشكلتي الأساسية بأننا أشتي أقضي دين الرجال وفي نفس اللحظة أعالج المرض الذي أنا مسدد له الحين وأشتي أعين أخي الذي هو مصاب وفي نفس اللحظة مش عارف كيف أسوي لكن نسأل الله السلامة. الفقرة هذه انتم شفتوها صاحبها موجود صاحبها يجي الآن في هذه اللحظة يتفضل معي هنا إنه محمد الذي شفتوه مشاهدين الكرام. دخلنا بيته عرفنا إنه معه أمه تعبانة بالكبد. كيفك يا محمد تفضل بالكبد وكذا والأهم إنه عليه دين. كل اليمنيين بيحبوا الخير سواء رجال ولا نساء اتفاعلوا معه من داخل اليمن وخارجه. تفضل
كيفك يا محمد؟ الله يعافيك. طيب. انت ابكيت الناس بشكل كبير عليك. شهر مبارك علينا وعليك. انا اصلا هذا من يعني من الالام الذي انا اشعر بها ومريت بها. يعني ما وجدتش من يمد لي في خلال ذيك الفتره يد العون ولا اي حاجه. لولا انهم شافوك في البرنامج اعترضوا، قالوا اني انا اصور الناس وكذا، لكن انا اصور مزيدا من الصدق، وعشان الناس يعرفوا مشكلتكم ويعرفوا الامكم ايش تحتاجوا لابد اني اصوركم. اما اني اصور واعمل اضاءه دائره على وجهك دائره، لا يصوروا الدوائر على الوجوه الا اللي عليهم قضايا جنائيه، قضايا في المحاكم يقولوا خبوا وجوه لانه حتى تظهر المشكله. لكن احنا البرنامج واضح وصريح. فقره عدنا يا محمد رجعنا لك، كم كان عليك دين؟ حوالي ما يقارب 300,000 غير متعلقات احقاص المستشفى، يعني 400,000 ريال. هذه 400,000 ريال تفضل اقضي الدين عشان ما يبدا يبكي. آمين. والله إننا في المستشفى، والله العظيم إننا في المستشفى. عشان أمك. وكيف حالة الوالدة؟ الله كريم إن شاء الله، بإذن الله بنستثني العملية إن شاء الله إن قريب. إيش فيها هي؟ إيه تليف في الكبد. تليف في الكبد. يعني تحتاج عملية وتحتاج. إن شاء الله الله عندك. الله يشفيها. طيب أنا أقول لك حاجة واحدة. في فاعلة خير من الكويت. من الكويت، من أبناء الكويت جزاه الله كل خير، قدمت لك 50,000 ريال. لو سمحت خليني أكمل الفقرة إذا تكررت، هذه خليها معك. وفي أيضا فاعل خير من أمريكا جزاه الله كل خير 50,000 ريال ثانية، خليها معك. وهذه فاعل خير طاورة 50,000 ريال ثالثة. وهذه فاعل خير من ميم ونون، من ميم 50,000 ثانية. شكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقنا بهذا للناس الطيبين الذي يقضوا عني ديني ويوقفوا معي في حالتي وفي مرضي. الله سبحانه وتعالى يسخر لهم في هذا الشهر المبارك ويجعلهم من المستورين من المقبولين. آمين آمين. لولا أنكم تشوفوهم في البرنامج هذا ما كنا عرفنا مشكلتهم وإظهارهم، ليس للتشويه ولا للذلة ولا الكلام اللي بتكتبوه والمهانة يعني كان احنا بنسحبهم سحب، لا احنا بنجي فعلا نعمل حلول صحيحة. احنا بنساعد الناس عشان نروي بلدنا ان احنا متكاتفين يعني متماسكين، صحيح متماسكين. ليش؟ لانه احنا ضد هذا اللي بيحصل لنا كله والجور اللي حاصل لنا، لكننا يمنيين متعاطفين سواء داخل اليمن ولا خارجه. جزاكم الله كل خير واشوفكم فقرة ثانية على خير. ويظل الامل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الامل موجود قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. سيدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الفقرة. واحد من المنازل اللي احنا جينا له هنا في هذا الحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش من المنطقه هذه؟ هذه منطقه البراق، حاره البراق. البراق. البراق الدهميه، واحده من الاحياء الشهيره هنا في الحديده الدهميه. وهذا المنزل اللي بندق الباب ونسمع الجواب. السلام عليكم. كيف حالك؟ بتفضل. كيف صحتك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ محمد فاضل هيرا. تسمح لنا ندخل عندك؟ تفضل. محمد. تفضل محمد. استاذنا عمي محمد فأذن لنا بالدخول الى منزله. يتفضلوا. اذا ندخل الى منزل الاخ محمد، أذن لنا بالدخول. عرفينا بس اسماءكم. انت؟ انا حرمة البيت. انت واذو جهالك؟ اي زينب. كم منهم؟ خمسة. ما شاء الله. واذولا زينب. انا بعيال اختي. وانت زوجة محمد؟
كيف انت يا ام الله يهب لك الصحه والعافيه. الحمد لله لك الحمد لله مشكوره وحمد ربك. امين امين يا ام. كيف وضعكم بالرمضان مروان؟ الحمد لله. جهزتم حاجات؟ جهزتم الحمد لله الله كريم. من هم الايتام اللي قلتي لي في ايتام؟ في ايتام عيالي اينهم؟ لكم برا غير محمد وغير. ايوه غير يا الغيره. كم معي؟ ما يا ما شاء الله اربعه. طيب رمضان كيف رتبتم رمضان؟ مصاري احنا على الله اللي خلق على الله. البرنامج بيقدم يا ام محمد بيقدم لكم سله غذائيه، احنا بنشوفها الان، سله غذائيه مقدمه من النجم للحوالات الماليه عشان اقصد رمضان مصاريف يعني يمشوا حالكم تمام. والمصاريف اللي تحتاجها انت زي ما قلتي لي برا خارج، وإحنا يعني للبيت للمقاضي في 50,000 ريال أيضا مقدمة من النجم للحوالات المالية شبكة كل اليمني 50,000، خليها تساعدكم إن شاء الله أنت ومحمد وأسرته تنفعكم مصاريف تمام. أروح أنا خلاص. أروح يا بنتي خلاص. يلا مع السلامة، كل سنة وأنتم طيبين. أكتفي بهذا القدر مشاهد الكرام، وأشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب اسميك؟ أروى. أروى. شاهد الكرام، واحدة من الفقرات اللي احنا بنصورها في هذه الحواري فقرة يعني تستحق المساعدة. واحدة من البيوت سألنا أهل الخير دلونا على هذا البيت، احنا بندق الباب بنسمع جواب. السلام عليكم، كيف حالك أمّا؟ الحمد لله. اسميك؟ أم مين؟ أم هيثم. أم هيثم، يا أم هيثم احنا جينا، كل الجيران دلونا عليك وقالوا عندك ظروف صعبة، نحاول بقدر الإمكان تأذني لنا ندخل نصور عندك. تفضل وحياك الله وعلى العين والرأس. هذا محمد. أيوة. وهذه رجاء. أيوة. وهذه هناء. أيوة. وهذه نور. وهذه هيثم. ذيل المعاقين ما شاء الله. كم خمسة. عددهم؟ خمسة. خمسة معاقين. أيوة. إيش من متى؟ من الله. كم لهم؟ كم هذه عمرها؟ 40. لا اقصد كم سنوات يعني يولدوا الاعاقه فيها؟ ايوه. عشان قرايب. ايوه. انت زوجي؟ ايوه. انت زوجة ابن عمك حاجه زي كذا؟ ايوه. عشان قرايب احنا. الف لا باس. بس الحمد لله عايشين ذا، بس دحين ابونا صار عليه مرض خبيث. ايوه. بنو ورم ابونا. اللي هنا. طيب نجي نشوفه. تعالي يما شوفه. تعالوا مشاهدي الكرام، احنا بنستعرض الحاله صعبه كثير يا اما ام هيثم. حالته كثير. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ اسمك عبسي سنان قاسم. حياك الله يا عم عبسي، الف لا باس عليك. ايش في باك؟ هذا مرض خبيث. الله يدي لك الصحه والعافيه ان شاء الله. قلت لي ان لهم فتره كبيره، ومن اللي يقوم بخدمتهم؟ انا. ايوه. واحدة من البنات المجوزين. ها. يجون يساعدوني. ايوه يجون يساعدوني. ما مش مكفر. كبير عليك. أيوة. انت كبير. انا كبرت يا ابني، كبرت وتعبت. ويعني هذا اللي حالته اشد شوية. ايوه اشد، هو وهذه والبنت. أيوة. هذه. ايوه. وفقط يجلس صوته كذا الولي. ايوه على طول. ايوه. ما فيش علاج الحين، ما فيش عندي امكانيات اشتري علاج. العلاج ايش؟ علاج حبوب و... أيوة. مهدئ ومنوم. اذا ما فيش ينام. ايوه اذا ما فيش منوم ما يدري، ولا يجلس يصيح بهذا الصوت. ايوه بهذا الصوت. ايوه الله يعطيه العافيه. ايوه الله الله. ايوه بدا الله. ايوه اوه بيداته معورين كلها. الله يحب له الصحه والعافيه ان شاء الله. يحب لك العافيه ان شاء الله. ربنا يعينك. ومن يساعدك بالعلاج هذا؟ ما حد يساعدني. ايش العربية؟ ايوه. ايش انت تبيعي فيها؟ حاجات للاطفال. ايوه ده مصدر رزقي. ايوه 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 هم. لا يا ابوي الله يحب لك العافيه. هو زوجك ياخذ علاج ياخذ شيء؟ دحين مقرر لها عمليه واحنا خايفين.
لأنه كله في بطنه الألم. أوه الله يشفي. والمرض كله في بطنه ما بينش برا ولا شيء. الله يشفي الله يشفي. رحنا صنع سوينا منظار. أهل الخير ساعدوني مش أقول لك شيء. أهل الخير ساعدوني سووا لي المنظار سووا له عملية سووا له دقامة بس قالوا الدقامة دحين انت 3 شهرين وش تروح. لكن إيش دقامة أصلي ب600,000 فين عاد أروح؟ البرنامج بيقدم حاجة عشان أقول لك مصاريف لكم بيقدم سلة غذائية مقدمة من MTN الشركة الاتصالات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا 50,000 ريال من فاعلة خير أم عمر وزميلاتها ويقولون ندعي لها بالشفاء والربنا يعافيهم. نداء إنساني مشاهدين الكرام التليفون بيبان على الشاشة الآن إذا حبيتوا فاعلين وفاعلات الخير يقدموا مساعداتهم احنا حنأخذ تليفون أم هيثم وأي حاجة تجي حندي لهم. محتاجين عملية لزوجها مش عارف من ضارب 600,000 ابنها هذا الذي تسمعوا صوته بيأذن أنين صوته بيوصل إلى قلوب الناس عشان يساعدوه يشتي أدوية عشان يهدأ. بنتها هذه المريضة هيثم أيضا المريض أسرتها الغلبانة. إذا مش هذا الكلام اكتفي بهذه الفقرة وأشوفكم فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نرجو أن تكون نالت استحسانكم وأيضا اكتسبتم أو كسبتم تعاطف مع هذه الفقرات اللي بنشوفها متنوعة من محافظات عديدة زرناها. أشكر كل الإخوة اللي دعموا البرنامج من الرعاة الأساسيين وكل المساعدات اللي بتجي لنا من خارج اليمن وداخلها. أنا أشكر أصحاب أمريكا اليمنيين طبعا أنا لما أقول من أمريكا يعني مش أمريكي ولما أقول من السعودية سعودي لا هم يمنيين من بريطانيا من السويد من أمريكا من ألمانيا. أنا أشكرهم فاعلين وفاعلات الخير الرائعين في كل مكان بتقدموا هذه المبالغ وإحنا بنوصلها للإخوة المحتاجين في كل المحافظات اليمنية. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى ونبقى في الأخير مع هذا الدعاء. اللهم فرج كرب المكروبين وارحم المستضعفين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وبشرنا بكل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج همومنا وحقق لنا ما في أنفسنا إنك على كل شيء قدير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس بالخير والمعروف والعطف والإحساس أكيد باني شوف كف العطان براس بالخير والمعروف احساس اكيد باني شوف كف العطاء بقول